حبايبي الحلوين، يا رب تكونوا بخير وبصحة وسعادة يا رب، والدنيا ماشية معاكم كويس في كل المواد. هانت ربنا معاكم يا رب ويكرمكم ويثبتكم كده إن شاء الله. يعني معلش معلش، فترة صعبة أنا عارف، وأنتم مضغوطين يا عيني وخلاص جبتوا آخركم، بس معلش معلش، هانت إن شاء الله، وربنا كل تعبكم ده إن شاء الله ربنا يجازيكم عليه خير ويكرمكم يا رب إن شاء الله. عندنا النهاردة الجرامر بتاع يونتس 9 و10. عندنا الجرامر في يونت 9 كان هاو تو ميك ا سجستشن، وقلنا إن إحنا عندنا 10 ويز، 4 بيجو رام انفينيتيف و6 بيجو رام اي ان جي. عندنا الكوانتيفايرز اللي هي الكاونتبل اند انكاونتبل ناونز، وخدنا بالتفصيل وقلت كل الفرق ما بينهم. جينا تاني خدنا الديستريبيوتيفز اللي هم اول وبوث وسام وهاف وايتش وافري ونايذر وايذر ونون. ودخلنا بعد كده في يونت 10 بسيط جميل، خدنا المودال فيربس اوف ديدكشن، المودلز اوف ديدكشن، لو متاكد ميك ماست او كانت، مش متاكد مي مايت كود، لو جمله بريزنت بحط وراهم انفينيتيف، لو جمله باست بحط وراهم هاف بلس البي بي. تعال نخش واحده واحده، يلا نحل مع بعض وصحح معايا كده وامشي معايا كلمه كلمه كده، والدنيا سهله وبسيطه وهم حلوين جدا وبساط في الحل. يلا بينا. عندنا أول سؤال بيقول لنا إيه؟ بيقول لنا he is very sad because not his money has been lost. واحدة واحدة. بص يا مستر، هو مش هينفع each his money، إحنا قلنا each و every لازم يجوا وراهم singular، لازم وراهم مفرد. بقول every day, each girl, every boy, each teacher، لازم singular. وكلمة money uncountable noun، مش هسمع every money ولا each money. طب neither money يعني إيه neither money برضه؟ كلمة neither ممكن أقولها neither بالبريتش أو neither بالأمريكان. لكن هو زعلان ليه؟ because all his money، كل فلوسه اتصرفت. مستر ازاي has هنا all his money has؟ اه يا حبيبي has، عشان كلمة money uncountable، وال uncountable nouns في الانجليش بتاخد is او has او was. in exams not a student is given a question paper. student واحد اه، يبقى ازاي all student؟ ازاي a few student؟ the student singular بس. each of students غلط طبعا، المفروض each of students، كل واحد من الطلاب، يبقى هي every student، each student، واحد بس. take care the little child carried a glass bottle in not hand. in all hand هو الانسان عنده كام ايد؟ حتى لو hands كمان دي hand بس hand singular مفرد. ازاي all hand؟ مستر طب ليه كانت hands؟ كانت تنفع لغلط برضو. all دي more than two، all لما اتكلم على اكتر من اتنين، لكن لو اتنين بس both، both hands، both legs، both eyes. ماشي يا مستر ما ينفعتش all. neither hand اكيد لا. خلي بالك الولد ماسك ازازه ميه، ازاز او ازازه ميه في كل ايد، each hand. مستر ليه مش every؟ حبيب قلبي each لما يكونوا اتنين، each one of them هما اتنين بس، each each hand، each leg، each eye، each ear، كل عين كل ودن هما اتنين بس، لكن اكتر من اتنين بقول every. I have hardly not money left. I spent all of it on clothes. money، اسال نفسي الاول كلمه money countable ولا uncountable؟ لا uncountable، مش هينفع معاها many عشان many بتيجي مع الكاونتبل. ماشي يا مستر حلو. I have hardly no money left، هي كلمه hardly اصلا بتخلي الجمله نيجاتيف، بتخلي الجمله نيجاتيف. some ما بتجيش في الجمله النيجاتيف، بتيجي في الجمله العاديه، ولا سؤال ولا نيجاتيف ولا question ولا نيجاتيف. اصبح عندي I have hardly no money ولا I have hardly any money؟ لا I have hardly any money، اسمها hardly any، والتانية اسمها almost no، اللي في جنبها كده almost، almost no أو hardly any. كمان الجملة منفية أصلا بhardly، أحط no كمان ليه؟ ما هو النفي أو النيجاتيف في الإنجليش بأربع حاجات، يا إما hardly يا إما بnever يا إما بno يا إما بnot، ما ينفعش أحطهم مع بعض. ما ينفعش أقول isn't never، ما ينفعش أقول nobody isn't here. إزاي no و not مع بعض؟ إزاي hardly و no مع بعض؟ اسمها hardly any. I have read not of your ideas and I like them all. بص يا مستر دي جملة عادية، ما ينفعش any تيجي في جملة عادية، لازم في الكويستشن أو في النيجاتيف. ماشي. كلمة ideas countable ولا uncountable؟ countable، مجموعة إيه؟ ideas، مش هينفع معاها much عشان much دي بتيجي مع uncountable. I have read none، ما قريتش حاجة منهم. طب إزاي عجبك منهم؟ إزاي عجبك؟ كلهم عجبوك إزاي؟ يبقى أنت قريت some of your ideas، أنا قريت شوية من أفكارك والحمد لله عجبوني كلهم. Not young people prefer to work in nearby places to their homes. مفيش حاجة اسمها lots، اسمها lots of. مفيش حاجة اسمها a lot، اسمها a lot of. يعني ايه every people يعني؟ كلمة every لازم يجي وراها singular، وكلمة people ديت collective noun جمع. people ده جمع، countable noun people كتير، ازاي every people؟ يبقى a lot of people. جميل. أحمد have you bought much bread؟ تعال نقف شوية. bread uncountable. ماشي. yes
او ياسر قال له نو اي بوت اونلي. ثواني بقى يا مستر، نسال نفسنا هل كلمه بريد كاونتبل ولا ان كاونتبل؟ بريد ان كاونتبل، مش هينفع فيو ولا افيو عشان بيجوا مع الكاونتبل ناون، وكلمه بريد ان كاونتبل لا تعد. طب اليتل ولا اني؟ نو انت اشتريت كتير، قال له نو اي بوت اونلي اليتل، ولا نو اي بوت اونلي اني؟ يعني ايه اونلي اني؟ هو اشترى، الراجل اشترى بس قليل، يعني ايه كمان نو اي بوت اونلي اني؟ اني ما بيجيش في الجمله العاديه، لازم نيجاتيف. اي ديدنت باي اني، لا ما اشتريتش خالص. يبقى الاجابه اليتل. السبيس هنا ماشي في اول الجمله. نقط اوف ذا ستودنتس فيلد اول اوف ذيم باست، كلهم نجحوا. مفيش every of، وقعدت تشرح اكتبها فوق عندك في الشرح، مفيش every of، مفيش every of. ماشي مستر كويس. each of the students failed، كل واحد فيهم سقط. all of them passed، لا محدش سقط اصلا، ما ينفعش each. كلهم سقطوا؟ لا طبعا. none of them failed، ولا واحد فيهم سقط. عرفت منين؟ قال لي اهو، قال لي كلهم نجحوا. جميل. which of the following is structurally correct، grammatically correct، مين في دول الجرامر بتاعها صح؟ all your answers is، ازاي all your answers و is المفروض تبقى اه، يبقى غلط. not of your answers، يعني not of your answers، none of your answers، مش اسمها not of your answers. a lot fin of، fin a lot of، مفيش، غلط. يبقى الاجابه دي you haven't given any correct answers، الاجابه صح. we need to book a bigger hole، محتاجين نحجز قاعه اكبر. this one can hold space، كده هنا guess only. طب تعالى واحده واحده يا مستر، احنا محتاجين نحجز قاعه اكبر عشان القاعه دي can hold a lot of guests. لا طبعا مش شايله كتير. no guests only، ازاي no only؟ بس only معناه اللي هي شايله بس قليل، بس no guests only ما ينفعش طبعا. كمان الراجل عايز واحده اكبر، هي دي صغيره يعني شايله بس صغيره، ما ينفعش no. this one can hold many، ما ينفعش many تيجي في الجمله affirmative العاديه، لازم تيجي في الكويستشن او في النيجاتيف، او لو قال لك so many، too many، many of my friends، كانت تمشي. يبقى الاجابه a few، القاعده دي صغيره شايله عدد قليل، فاحنا محتاجين واحده اكبر. there is not equipment، كلمه equipment uncountable noun. قلت لما تيجي تحل الدرس بتاع الكاونتبل والانكاونتبل لازم تسال نفسك الاول الكلمه اللي عندي في السؤال كاونتبل ولا انكاونتبل. كلمه equipment always uncountable، ما بتجمعش، مفيش equipments، مفيش informations، مفيش advices، مفيش furnitures، مفيش اسمها كده. ماشي، كلمه equipment uncountable، uncountable اه، يبقى مش هينفع ولا many ولا few. اصبح عندي little وماتش، لا يا مستر كلمه ماتش ما بتجيش في الجمله العاديه، لازم تكون جمله affirmative، لا لازم تكون negative او سؤال. حتى معنى الجمله احنا there is not equipment in the new office، احنا محتاجين نشتري اكتر، يبقى احنا عندنا كتير، لا عندنا قليل. ماشي. would you like، قلت لك would you like، may I، لو offer او request بستخدم some. would you like to have some، طب انا هطير دول عشان مش هينفع. هل some fresh juice، ماشي. yes only not please، only a few or little، اسال نفسك كلمه fruit juice countable ولا uncountable. juice لا uncountable، ما بيتعدش، يبقى ما ينفعش فيو عشان كلمه فيو او افيو مع الكاونتبل، يبقى اجابه سم واليتل. تحل كده، حل كده بالظبط زي ما انا بحل. I'm sorry I don't have no time to help you. time معناها وقت، اه وقت ما بيعدش. uncountable، مش هينفع مني، حقك. مش هينفع سم عشان سم مش بتيجي في الجمله النيجاتيف. برافو، مفيش حاجه اسمها a lot من غير of. جامد، يبقى الاجابه any. تحل زي ما انا بحل بالظبط، تستبعد وما تستبعدش حاجه بناء على سنسك ولا بناء على انت مش حاسسها، لا لايقه كده، لا انا سي مش هتنفع، ليه حاسسها؟ ايه اللي حاسسها؟ لا هي مفيش حاجه اسمها سنس، في حاجه اسمها تستبعد بسبب علمي. ليه استبعدت الوت هنا؟ عشان مفيش اوف، حقك. ليه استبعدت سم؟ عشان سم مش بتيجي في النيجاتيف، انت كاتب كده قايل لنا كده، برافو. ليه استبعدت ميني؟ عشان كلمه تايم انكاونتبل وميني بتيجي مع الكاونتبل، برافو. يبقى الاجابه دي بس كده، تحل كده. there isn't، الجملة نيجاتيف اهي، there isn't not work، work countable ولا uncountable؟ لا uncountable، uncountable اه، يبقى مش هينفع مني، وصم مش بتيجي في النيجاتيف. طب كده مستر ماتش ولا لقيت المعنى الجملة بقى. there isn't not work to do today so I can go out with you، اه يبقى انا ما عنديش شغل كتير. there isn't much work، ماشي. I have almost، لسه قايل فوق وانا بشرح hardly، هنا قلت بالظبط كده ان هي almost no. I have almost، طب تعالى نحلها بالطريقه العاديه، تعالى كلمه sugar countable ولا uncountable؟ uncountable، مش هينفع مني، ماشي حقك. ماشي يا مستر ايه تاني؟ تعالى اقول لك much ما بيجيش في الجمله العاديه، لازم تكون جمله negative او سؤال، برافو.
نفس الكلام مع اني لازم يكون question او negative، يبقى I have almost no sugar in the apartment I need to buy some، عشان هي اصلا اسمها almost no و hardly any. جميل. We have not of petrol in the car so it's enough to reach our destination. كلمة petrol countable ولا uncountable؟ uncountable، مش هينفع many عشان بتيجي مع الكاونت، مش هينفع lot اسمها a lot of او lots of. اصبح عندك a little ولا plenty، بيقول لك so، ما قالش but، ما قالش احنا عندنا قليل ولكن كافي، ما قالش كده، قال احنا عندنا كتير لذلك كافي. We have plenty of petrol، خلي بالك من حتة so but ديت. لو جيت قلت لك we have not of petrol but it's enough، اه هو قليل ولكن كافي، الراجل ما قالش but، قال احنا معانا كتير عشان كده هيكفينا، ما قالش جملة نيجاتيف. يعني دايما في بط كلمة بط وانت عايز صغير مسكة بتقول لك معنى الجملة لازم يكون اولها بوزيتيف والناحية التانية نيجاتيف، او العكس، ما ذاكرش ولكن نجح، ما لعبش كويس بس كسب. هنا كان عندنا قليل ولكن enough، ما قالش بط، قال سو. بيربوس وريزلت يعني نتيجة، النتيجة اللي احنا عندنا كتير ان احنا مكفينا عادي، مفيش اي حاجة عكس حد، يبقى بلنتي اوف. There is not meat، كلمة meat countable ولا uncountable؟ كلمة meat uncountable، برافو. مش هينفع ماتش عشان ماتش ما بتجيش في الجملة العادية، لازم negative أو question، برافو. مش هينفع more عشان أنا مش بقارن بين حاجتين أصلا، ما قلتش I have more meat than you مثلا، ما قالش كده، ماشي. little ولا a little، قلنا إيه الفرق؟ قلنا كلمة واحدة مش كفاية، قليل غير كافي، كلمتين a little قليل بس كافي. أقرأ الجملة. There is not meat left، we only have enough for three، we have invited 12. آه احنا عندنا لحمه لتلاته بس وهم 12، يبقى مش enough، يبقى little بس. الفرق من little و a little ان little قليل غير كافي، لكن a little الكلمتين لو فاكرين قليل بس كافي. a not workers، مفيش حاجه اسمها a many، مفيش حاجه اسمها a lot من غير of، مفيش حاجه اسمها a lots، اسمها lots of، يبقى الاجابه lot of. انا حاطط السؤال ده عشان تخلي بالك من التفاصيل الصغيره، مستحيل سؤال يجي كده في اخر سنه، بس اعرف انت ان هي اسمها a lot of او lots of. The majority of students got ready for the final exam but not them، يجي يقول لك them، us، you، مفيش حاجه اسمها all them، لازم all of them، all of you، all of us، none of you، a few of them، a few of us، لازم كده، مفيش حاجه اسمها a lot من غير of، مفيش حاجة اسمها lots من غير of. a few them ولا a few of them؟ اكيد a few of them. طب مش هينفع ايه؟ I have no money left، مش معايا جنيه. not the money I had was lent to my friend كمال، كل الفلوس اللي كانت معايا خدها كمال، ماشي. كلمة money uncountable، مش هينفع معاها few. none of my money او none of the money، مفيش حاجة من الفلوس اتاخدت، ازاي انت معكش جنيه اصلا؟ مش هينفع. قليل جدا اللي معايا اللي وديته لكمال، لا طبعا ده كمال خد كل حاجه، انت معكش فلوس اصلا، يبقى all your money was lent to your friend كمال، ماشي. The tour guide gave not two rest، سائح واحد، مفيش حاجه اسمها every of، مفيش حاجه اسمها all one، ازاي all one يعني؟ ازاي all كتير one؟ every one of tourists، طب every one of the tourists كتير، كل واحد من السياح مش كل واحد من سايح، يبقى each student، each tourist، each واحد بس. مثلا لو كان في every بس كانت تنفع، اه كانت تنفع، ما فيش حاجه اسمها every of، ماشي. let's buy not flowers، flowers countable ولا uncountable؟ مثلا مجموعه قدامك هي flowers كتير، يبقى مش هينفع flowers، ازاي ورده واحده وflowers؟ ازاي any تيجي في الجمله العاديه؟ لازم سؤال او negative. طب ماشي، كلمه a little مش هتنفع، ليه؟ عشان بتيجي مع ال uncountable، وكلمه flowers countable، ايه اللي بقى؟ some. حل بنفس طريقتي، حل بنفس اسلوبي، استبعد بنفس طريقتي وبسبب علمي، ما استبعدش بالشبه، مفيش حاجه اسمها سنس، بص المنظر عامل ازاي، بص الشخبطه، كل الحل كده، انا عايز كل الجرامر لما تطلع من الامتحان محلول كده، ماشي. there were 10 applicants for the job not them، انت لسه قايل قلت لازم of، يبقى مفيش حاجه اسمها each them، المفروض each of them، مفيش حاجه اسمها عندنا every of، مفيش حاجه اسمها all و one بس، يبقى every one of them. لو مستر كان موجود each one of them تحفه، طب each of them بس تحفه برضو عادي، مفيش every of، مفيش all one، مفيش حاجه اسمها all one، ماشي. خش على اللي بعده. I have not friends so I am not lonely، عشان كده انا مش وحيد. كلمه friends countable ولا uncountable؟ countable، مش هينفع a little.
I have no friends، ما عنديش أصدقاء خالص. طب إزاي أنت not lonely؟ ماشي. طب few ولا a few؟ طب هم صحابك قليلين بس كفاية ولا مش كفاية؟ لا كفاية. بيقول لك I'm not lonely، كفاية عليا صحابي قوي اتنين تلاتة، هم كافيني، هم دول صحابي بس. I think that not older people، people countable ولا uncountable؟ countable. مش هينفع ايه؟ مش هينفع little. مش هينفع ايه؟ مش هينفع اني، عشان بتيجي في السؤال وفي النفي، وده ولا سؤال ولا نفي. مش هينفع ان، اه طبعا مش هينفع ان. يعني ايه يعني ايه ان بيبول؟ يعني ايه واحد ناس؟ يعني ايه يعني؟ قلنا ان ا وان معناهم اونلي وان، يبقى الاجابه فيو. ذا تو بويز كان نوت سبيك انجلش. تعالى لي، هما اتنين بس، مش هينفع اول، عشان انت قلت اول اكتر من اتنين، وبوث اتنين بس، حقك. ذا تو بويز كان افري، لا انت قلت افري لاكتر من اتنين، لو كانت ايتش كان ماشي، ايتش الاتنين بس، افري اكتر من اتنين. طب تعالى نسال تاني، ايه اللي ما ينفعش؟ اني ما تنفعش، اني بتيجي في السؤال وفي النيجاتيف، ده ولا سؤال ولا نيجاتيف، يبقى الاجابه بوث. بص الحل حلويات، الدروس كلها سهله، بس انت تعاملك مع السؤال، تعاملك مع السؤال هو اللي بيفرق. انت مشكلتكم الكبيره مش في الفهم، مشكلتكم الكبيره مش في الحل برضه، مشكلتكم الكبيره في التعامل مع السؤال، تخش للسؤال ازاي. The famous businessman spends no time، تعالى لي time. ماشي الاختيارات، انت لو مش عارف الدرس ده ماشي اختيارات. a time ازاي a time؟ وكلمه time دي uncountable، والمستر قال a لازم يجي وراها singular، a girl a boy اقدر اجمعه، في حاجه اسمها a times او a time مش هينفع طبعا. طب كلمه time دي ممكن اجمعها؟ اه ممكن اجمعها بس لو عدد مرات، لكن هي معناها وقت، معناها وقت، لا قال ما يتجمعش. وازاي ان اصلا؟ والمس قالت لي وانا صغير ان ان دي الكلمه بيجي اولها فاول، التي ده فاول؟ لا. بص اتكلم مع نفسك كده في الامتحان. طب كلمه تايم دي احنا قلنا uncountable ما بتعدش، وكلمه فيو بتيجي مع اللي بيتعد، يبقى مش هينفع فيو، يبقى بقت الاجابه ليتل. ده الحلويات، ده الحل، ده الحل، ده كده انت انسان شخص مثقف متعلم، طالب في ثانويه عامه بيحل كده. امال سي مش عجباني ليه؟ مش عارف. لا بي شكلها مش حلو ليه؟ ما اعرفش. دي ديت لا مش حاسسها، يبقى الاجابه ايه؟ وتطلع اصلا الاجابه كانت سي، اول واحده استبعدتها. داد لافز ريدنج، هي هاز ريد نوت بوك ان اور، ماشي تعالى واحده واحده. ازاي اول وبوك واحد؟ ازاي هول بوك؟ ازاي يعني every book in our library ولا each of؟ مستر ازاي each of؟ المفروض each of جمع، each of my students، each of my parents، each of my، اقعد كده. لكن each of book ازاي يعني every book؟ the mangoes are 2 pound each، كل واحده فيهم بكذا. to travel around the world you need not money، تعالى خش على كلمه money. money اه كلمه money دي uncountable، uncountable ما ياخدش فيو، ما ياخدش ماني. اه يبقى انت عشان تسافر في العالم ماتش اوف ماني، لا المستر قال ماتش دي ما بتجيش في جمله عاديه، لازم سؤال او نفي، يبقى الاجابه lots of money. having not business experience، كلمه business experience اما تكون قلنا كلمه experience اللي معناها خبره عمل، خبره شغل، يبقى uncountable ما بتعدش، لكن لو معناها تجارب او مواقف حياتيه ممكن اجمعها عادي. اتعرضت لموقفين صعبين امبارح، I had two difficult situations، لكن هنا معناه خبرة عمل، يعني uncountable، uncountable. طب تعالى لي، مش هينفع مني، مش هينفع A مع ال uncountable، A بتيجي مع السنجولر، مع المفرد، اللي فيه منه جمع، A girl يبقى فيه منها girls، A boy فيه منه boys، an experience يبقى فيه منها experiences، لا، احنا قلنا خبرة عمل ما بتعدش. having much ولا little، طب معنى الجملة، ده الجملة منفية اهي، اه يعني مش يمشوا الاثنين عادي. طب عشان افهم بقى معنى الجمله، having no business experience is not just why people succeed، مش هي بس السبب اللي الناس تنجح بيه. اه مش معنى انك عندك خبره كبيره يبقى انت شخص ناجح، في ناس كتير جدا عندها خبره كبيره ولا تعرف اي حاجه، مش بالخبره، بالمهاره، بالتعليم وبالمجهود وبالعلم. are there no cinemas، كلمه cinemas countable ولا مثلا ده جامعه اصلا، جامعه اصلا يعني countable، حقك. مفيش حاجة اسمها a lot، لازم a lot of. ما ينفعش much مع ال countable، ماشي. little ما ينفعش مع ال countable، اتبقت الإجابة any، وسؤال أهو عندك كمان، عشان any بتيجي في السؤال وفي النيجاتيف. خش على الجملة كده اسأل نفسك هي countable ولا uncountable، وابدأ استبعد ومشي اختيار اختيار، وخد ودي مع نفسك في الامتحان. امتحان 3 ساعات بتاع الإنجليش، 40 سؤال، أنت قاعد مفيش أي داعي، بص ما عندكش أي عذر ولا اي سبب تيجي تقول له يا مستر كنت مستعجل او حليت بسرعه، يقول لي الكلمه دي بص انا مش عارف ممكن اعمل معاه ايه. مفيش اي عذر عندك، انت قاعد براحتك، لو خدت في كل سؤال 5 دقائق انت قاعد، انت متخيل 5 دقائق؟ انت قاعد، مع ان مفيش سؤال بياخد 5 دقائق بس ماشي. There is no sugar in sick sugar، كلمه sugar uncountable ولا ينفع فيو،
ولا هينفع لوتس عشان مفيش اوف. اني ما بيجيش في جملة عادية، لازم سؤال او نيجاتيف، يبقى الاجابة little. don't expect me to come to your house tonight. I have got no of things to do. سؤال حلو وخطير جدا. كلمة things اللي هي جمع، جمع بلورال countable يعني countable، اه مفيش حاجة اسمها lots من غير of. طب ماشي، هل هي much؟ لا طبعا، انت قلت كلمة things countable يبقى مش هينفع معاها much. أصبح عندي many و few. مستر كلمة many ما بتجيش في الجملة العادية، لازم الجملة تبقى negative أو سؤال، ولا ده negative ولا سؤال، يبقى الإجابة إيه؟ few. طب مستر معنى الجملة؟ طبعا طول ما أنت بتتعامل مع الجرامر بحاجتين ما تجيش تتكلم معايا وتقول لسه بغلط. حاجتين ما ينفعش تتعامل معاهم في الجرامر، ولا تتعامل مع الجرامر بالميننج ولا تتعامل بالجرامر بالسنس، الحاجتين دول يضيعوك. مستر بس هو ما توقعش اجي النهارده عشان ورايا حاجات كتير. ماشي خلاص، مشيها انت ميننج، وانا الطلاب بتوعي هيمشوها بالايه؟ بالجرامر وبالستبس بتاعتي وبالحل بتاعي. مفيش حاجه اسمها كده. ليه ما ينفعش ميني؟ عشان كلمه ميني ما تجيش في جمله عاديه، لازم جمله نيجاتيف او جمله كويستشن، او ينفع بقى ايه؟ ميني اوف، سو ميني، تو ميني. نقط تايم، داليا هاز ا بروبلم، هير ماذر هيلبس هير تو فايند سوليوشنز. اول تايم هاز ا بروبلم، داليا هاز بروبلم، ازاي يعني؟ sometime لا اسمها sometimes وعلى بعضها. hold مش ينفع time، يبقى every time كل مرة. ده كلمة time هنا مش معناها وقت، كلمة time هنا معناها مرة بالظبط. كل مرة يكون عندها مشكلة مامتها بتساعدها. you will find the نقط that you need on the top shelf. تعالى اقول لك، you will find either you need، لا ولا either ولا neither. you will find يعني ايه hold that you need؟ you will find all that you need، هتلاقي كل اللي انت محتاجه. There is not a chance that your cousin will get the job. A lot المفروض of، غلط. مستر ميني ما بتجيش في الجملة العادية أصلا، لازم سؤال أو نيجاتيف. مش كلمة فيو بتيجي مع الكاونت، وكلمة تشانس هنا مش معناها إن هي فرصة، ما في أو ما فيش فرصة، أو في ما فيش مجال، أو ما عندوش أي بص سبيس إن هو يتقبل في الشغل. There is little chance that your cousin will get the job. Little حتى لو few، طب few chances فرص قليلة، اسمها there is little chance، مش مجموعة حتى. ما هو ازاي اقول few chance؟ المفروض few chances. طيب ماشي. I invited lots of my friends but no one came. friends يعني count، مش ينفع معاها much، مش ينفع معاها little. مفيش حاجة اسمها non دي، non دي prefix بيجي في أول الكلمة عشان يغير معناها، خليها بوز negative يعني non smoking area non. ماشي، يبقى نان كيم، ولا واحد فيهم جه. ماي سيستر هاز بوت ا، بص ادي الحل. في حاجه اسمها ا ماتش، في حاجه اسمها ا ميني، في حاجه اسمها ا فيو. في ا فيو. طب ما اخترتهاش ليه؟ عشان كلمه فرنتشر، كلمه فرنتشر ان كاونتبل ما بتتجمعش، ما ينفعش معاها فيو، يبقى الاجابه ا لوت اوف. فيو بيبل اندرستاند هاو نوت ورك، كلمه ورك ان كاونتبل، مش حاجه اسمها لوتس من غير اوف. مفيش حاجه اسمها ميني مع الان كاونت، مفيش حاجه اسمها فيو مع الان كاونت، يبقى الاجابه ماتش. حلويات بقى خلاص، لازم قبل ما تحل تذاكر الاول، بيجوا مع مين؟ ميني، بتيجي مع مين؟ فيو، بتيجي مع مين؟ ليتل. ان هازنت ارايفد يت، ما وصلتش، ده الدرس بتاع المودل فيربس، ما وصلتش. شي اي ذا ترين، هو نوز، عارف هو نوز دي خلتني اعرف ان هو مش متاكد. الدرس ده بتحله ازاي؟ بتخش على الجمله متاكد يا ماست يا كانت حسب معنى الجملة، مش متأكد يا مي يا مايت يا كود. الجملة بريزنت حط وراها انفينيتيف، الجملة باست حط وراها هاف بي بي. فبيقول لك هي ما وصلتش، مش عارف والله، مين عارف؟ يبقى هو مش متأكد، يبقى مايت هاف ميست من غير ما أقرأ الجملة. هو نوز دي اللي عرفتني اللي هو هي از نوت شور، مين هيعرف؟ مش عارف، اي دونت نو، ما عنديش دليل والله، بروبابلي بوسبلي ممكن والله، يبقى يا مي يا مايت يا كود، هي الوحيدة اللي موجودة منهم مايت. اي ريجريت ميكينج ذات سيلي ميستيك، انا ندمت ان عملت الخطا ده. اي اي هاف كوارد واز مي فريند، ما كانش المفروض اتخانق معاه، وشرحت لكم قلت لكم شود هاف بي بي حاجه كان المفروض اعملها بس انا ما عملتهاش، وشودنت هاف بي بي حاجه ما كانش المفروض اعملها بس انا عملتها. هو ندمان ان هو غلط الغلطه دي يبقى عملها، ما كانش المفروض اتخانق معاه بس انا ايه؟ برافو اتخانقت. I not in a small village but I moved. كنت عايش زمان بس عزلت. لسه عايش؟ لا. هعيش لسه؟ لا. would live؟ لا. I used to live. كنت عايش زمان، used to on a past habit which is no longer existent. عادة كانت عندك زمان وبطلتها. زمان كنت عايش في شبرا وانا صغير، كلكم عارفين الكلام ده. I used to live in شبرا، دلوقتي عايش في التجمع خلاص.
حاجه كنت بعملها زمان وبطلتها. كنت بنزل العب كوره في الشارع زمان، دلوقتي كل سنه طيب، نفسي والله العظيم نفسي، بس مش عارف خلاص انزل العب مع مين، ولا برستيجي ولا لياقتي ولا سني يسمحوا لي خلاص. She not be happy. She has just passed her final exams. لسه ناجحه بالامتحانات. تعالي لي. جمله اصلا بريزنت، مش هينفع هاد تو. حقك. مستحيل يكون مبسوط لسه ناجح اصلا. اكيد مبسوط، اكيد مبسوط، لسه ناجح الراجل. عبالكم ان شاء الله ربنا يبسطكم يا رب ويكرمكم. I not up early. Ought not to. ده ما جد advice لحد. You oughtn't to sleep early. Sorry. You oughtn't to sleep late. You oughtn't to waste your time. ماشي. I not up early on Fridays. But now I likely. يقول لك كذا but now، يبقى هو كان بيعمل وبطل. أنا زمان إيه في يوم الجمعة، لكن دلوقتي بصحى كل يوم. زمان ما كنتش متعود أصحى يوم الجمعة، بس دلوقتي بصحى سبت وجمعة، بصحى كل يوم زي ما أنتم شايفين كده. مش هينفع جوت، مش هينفع فيوتشر اصلا، مفيش حاجه اسمها يوز، اسمها يوز تو جيت، حتى كده يبقى غلط برضه عشان معنى الجمله. ماشي. كمال ايه باي ترين يسترداي؟ اي ام انسرتين. مش هكمل السؤال. انسرتين يعني نوت شور، يعني يا مي يا مايت يا كود. حطايا الاثنين تحت دول كده مش هينفع. هسال نفسي السؤال الثاني، جمله باست ولا بريزنت؟ عشان لو بريزنت احط وراه انفينيتيف، وعشان باست احط وراه هاف بي بي. لا الجملة باست، يبقى مايت هاف ترابل. خش على الجملة اسأل نفسك سؤالين، درس كله سؤالين. متأكد يا ماست يا كانت، مش متأكد يا مي يا مايت يا كود. الجملة بريزنت حط رام انفينيتيف، الجملة باست حط رام هاف بي بي. يلا. Not has arrived on time haven't they. فكرة الكويستشن تاج وانت صغير، السؤال اللي كان بيجي في الآخر يقول لك she is clever isn't she، محمد isn't clever is he، فكرته كانت عاملة ازاي. هنا نيجاتيف يبقى هنا بوزيتيف، طب لو هنا نيجاتيف يبقى هنا بوزيتيف. بعكس الجمله هنا منفيه، السؤال نفسه نيجاتيف يبقى الجمله هنا بوزيتيف. طب الجمله نفسها هنا نيجاتيف يبقى السؤال بوزيتيف. بعكس معنى ان الجمله هنا منفيه لازم هنا يجي بوزيتيف، يعني مش نفي. دي نفي نو ودي نفي نو. اصبح عندي ايفري ون واول اوف ذيم، ينفع الاثنين؟ لا ما ينفعوش الاثنين يا اهبل. ازاي اول اوف ذيم هاز؟ اول اوف ذيم المفروض هاف. اه صح يا مستر غلط، يبقى ايفري ون. حل كده. She not the map. She found herself in a completely different town. مستحيل لقت نفسها في مكان مختلف. هل هي استخدمت الخريطة ولا لا؟ مستحيل تكون استخدمت الخريطة. Can't have followed. اوعى حاجة اسمها mustn't have followed. مفيش حاجة اسمها mustn't have followed أصلا في الإنجلش. mustn't بيجي وراء infinitive ومعناها ممنوع، forbidden not allowed illegal. الكلام اللي احنا شرحناه في يونت 4. انت عارف فين 4؟ ماشي. يبقى entire كله هنختار بس can't have followed. مستحيل كنت مش على الخريطة. Your answer is full of mistakes. كل اجاباتك مليانة غلط، كل اجاباتك غلط، كل اجابتك غلط، كل الاسئلة اللي انت كاتبه وحش. اكيد ما رجعتش، مستحيل تكون رجعت. You can't have it checked it well. مستحيل تكون رجعت كويس، مستحيل. He not on time because he missed his usual early train. ما وصلش في الوقت عشان فوت القطر بتاعه. اكيد فوته. اه اكيد فوته، اكيد فوت القطر. He must have arrived. أكيد وصل في ميعاده عشان فوت. لا يا مستر لا، هو أكيد وصل إزاي؟ هو ما وصلش، هو القطر بتاعه فاته. يبقى مستحيل يكون وصل في ميعاده. وأنا بشرح لكم على البورد، قلت لكم إن كانت هاف بي بي بتساوي كودنت هاف بي بي، الاثنين مستحيل يكون حصل. كانت هاف بي بي وكودنت هاف بي بي بيساوي بعض؟ أه عادي. واحد سقط، مستحيل يكون مذاكر، مستحيل يكون ذاكر. He can't have studied أو he couldn't have studied. This temple not be important. الإجابة هنا. It's visited by hundreds of people every day. كل يوم مئات من الناس بيزوروه. يبقى أكيد معبد مهم. Must be important. Everyone is putting their umbrellas up. خرجت الشارع لقيت كله ماسك الشمسيات. العربيات غرقان، الشجر غرقان. يبقى أكيد بدأت تمطر. Must have started. I used to be fit. Used to be. Verb to be. يجي يقول لك I used to be, he used to be, she used to be, they used to be. تأكد الناحية التانية عندك am أو is أو are. خطر جدا. Verb to be. I used to be fit. زمان كنت fit زي كده. But now I am not fit. أنا مش fit. هات كلمة fit دي كده اكتبها هنا. والله عشان تعرف تحل. أوي. عشان تبقى فاهم. I used to be fit. He used to be clever. Now he not clever, isn't clever. I used to be fit but now I not fit. I am fit. لا يلا، معنى used to be يبقى انت كنت fit ودلوقتي لا، مش هينفع am. I don't fit يعني ايه؟ يعني I don't fit يعني I can't fit. لا I am not fit.
طب لو كانت بي دي اي فيرب تاني، I used to eat, I used to like, I used to sleep, I used to teach, now I don't. تعمل ايه؟ بص تعمل ايه ساعتها؟ يجي يقول لك I used to sleep early. هات كلمة sleep حطها هنا، تخلي هنا sleep. sleep كده بكتب بالماوس، معلش. now I am sleep، لا مش هينفع طبعا. now I am not sleep، لا مش هسمع كده. now I don't sleep، don't sleep صح. فهمت الفكرة؟ يبقى الفكرة في ايه؟ verb to be يبقى الناحية التانية am is are. أي verb تاني يبقى الناحية التانية don't or doesn't. ماشي. he knocked the noise of the city so he returned to his village. تعالالي بيقول لك دلوقتي didn't get used to the noise of the city so he returned. ما كانش متعود على الدوشة فرجع. حلوة دي. ماشي. كان متعود على الدوشة؟ لا ما كانش متعود. ايه اللي رجعه؟ لو ما كانش متعود. didn't used to لازم يجي وراه infinitive. didn't used مفيش اصلا حاجه في انجلش اسمها كده يا راجل، في حاجه اسمها didn't used. يبقى الاثنين دول غلط. خلي بالك من used to ساده ويused to be مكسرات. عارف المكسرات دي ممكن يجي وراها اي ان جي او noun. didn't get used to the noise of the city noun ايه. طب ممكن اقول لي he didn't get used to living in the city. تحفه برضه عادي. ما هو يوز تو بالمكسرات اللي هي قبلها ام او از او ار او ووز او اير او جيت او جوت او جيتس او بيكام او بيكيم. يوز تو ممكن احط وراه اي ان جي او ناو. ماي فادر نو ات تو ورك وين هي واز يونج بت ناو ديز هي يوز. ازاي واز واقول اولويز ووكس؟ ازاي واز واقول از؟ وحد الله في قلبك يلا. ماي فادر وود اولويز ووك ودينت يوز تو ووك. دينت يوز تو ووك. لا استنى اقراها. My father didn't used to walk to work when he was young, but now he uses his car. لا يبقى زمان كان متعود يمشي. معنى الجملة أبويا زمان كان متعود ياخدها مشي لمين؟ would. هي used to بس ما بتجيش would مع ال state of verbs، مش اسمها would like. when I was young I would love. لا ما ينفعش. يعني ممكن تبقى الجملة دي I used to walk أو he used to walk. عادي عادي. هي would هي used to، بس used to بتيجي مع أي verb. would ما بتجيش مع ال state of verbs أبدا. ماشي. football when he was امسك when he was واحد الله في قلبك. would ما بيجيش في السؤال كده، مش هسمع كده. is ازاي is والجمله باظت، وازاي does والجمله باظت؟ ترى هم الاجابه ايه؟ واحد الله في قلبك وواحد التنس. مش عايزين نقولها في الفيديو عشان ما حدش ياخدها. واحد الله في قلبك وواحد التنس دي بتاعت مهداوي، بس اي حد يقول لك واحد الله في قلبك دي كلمه السر ما بيننا. وانت تاخد مع مهداوي على طول واحد الله في قلبك واحد التنس. he no longer smokes ما بقاش يدخن زي زمان. يبقى زمان كان بيدخن. would do لا. is used to doing لا. بتكلم على زمان زمان. never used to do لا يلا. as he used to do زمان كان بيشرب، دلوقتي ما بيشربش. يبقى زمان كان بيشرب. انا واحد زي دلوقتي ما بلعبش كوره، يبقى زمان كنت بلعب. I not sleep recently. اوعى كلمة recently. قلنا just already the unit 1 just already since before ever never lately recently yet up till now so far كلها key words present perfect have or has plus ال PP. مش هينفع had، مش هينفع was، مش هسمع haven't able haven't been able to. have or has plus ال PP. هنا مفيش PP، اخترنا هنا haven't or has haven't or hasn't plus been. the light was red الإشارة كانت حمراء. but the car didn't stop ما وقفتش عربية. the driver مستحيل يكون شافها. can't have seen it مستحيل يكون شافها. in the past people not a lot more books because they had more free time زمان كان عندهم وقت كتير فأكيد كانوا بيقروا must have read. I regret making the silly mistake حناها قبل كده ما كانش المفروض اتخانق معاه. scientists believe that حط لها اس. scientists believe that the queen of a tooth infection but they can't be sure. امسك can't be sure ديت مش متأكدين. يا may يا might يا could. يبقى طير must وطير can't. يا might die يا may have died but because they have no proof yet. هي ماتت ولا لسه هتموت؟ ماتت خلاص يعني الجملة باست. اسأل نفسك present حط infinitive باست حط have be be. ماشي. the ancient Egyptians knew the pyramids without ramps. يعني ايه رامب؟ المطلع ده، المطلع اللي احنا بنطلع عليه واحنا طالعين مستشفى بتوع الويل تشيرز، الناس اللي عندها ديسابيلتيز بيطلعوا بالويل تشير على الرامب ده، الرامب اكيد بيسحبوا الحجر بتاع بالهرم زمان على رامب، رامب مطلع كده. The ancient Egyptians can't have been built، لا، لا يا جمانة، لا يا جمانة عشان أنت غلطت فيها. كانت وما خدتش بالك من بن، مش باسف،
القدماء المصريين مستحيل يكونوا اتبنوا، هم اللي اتبنوا. اه ما خدتش بالي من بين، قالت لي كده مفيش ماست انت هاف اصلا بي بي في الانجلش. ايه الجمله الجايه دي؟ ايه وود انت هاف؟ ايه كل ده 600 فيرب؟ هي كودنت هاف بيلت، مستحيل يكونوا بنوا الاهرامات من غير الرامب ده. This man has a villa and two cars. عنده فيلا وعربيتين. Avery أكيد غني. He must be rich. I am not sure. امسك يا مي يا مايت يا كود. هي الوحيدة اللي موجودة اهي. I can't find my keys. I ate them somewhere. I must have dropped. أكيد وقعتهم في مكان. واحد يجي يقول لي مستر ليه مش كانت دروب؟ كانت دروبت. يالا كانت دروب دي يالا. والجملة كمان باظت. أنا مش لاقيهم خلاص أكيد وقعوا مني. وإزاي؟ مستر ليه ما تنفعش مايت؟ إزاي مايت هاف دروب يا أهبل؟ might have plus البي بي might have dropped. ما خدتش بالي. ما خدتش بالك يا جدعان؟ الانجليش ده اكتر سؤال بس اكتر سؤال ايه اكتر جمله بسمعها بعد الامتحان. ما خدتش بالي. مفيش حاجه اسمها ما خدتش بالك. ما تطلعش تقول لي ما خدتش بالي، ما تطلعش تقول لي ما لحقتش، معلش ما ركزتش، معلش ما شفتش. ما تقوليش كلمتين، ما اسمعش كلمتين دول منك. I not a taxi yesterday but I preferred. حاجه كنت اقدر اعملها بس بمزاجي ما عملتهاش. could have taken. My father has so not friends. يلا بقى بسرعة بقى. يلا has so، مفيش حاجة اسمها so، a lot of، هي so many يا so much. كلمة friends countable ولا uncountable؟ countable. بيعدوا؟ اه بيعدوا، يبقى so many. There is not sand. كلمة sand countable ولا uncountable؟ uncountable. مش هينفع many، مش هينفع a few، مش هينفع much a sand، يبقى a lot of. حاجة اسمها much a sand؟ في a sand حباية واحدة. There isn't am sick. كلمة sand اهي uncountable برضه، مش هينفع many، مش هينفع a few، مش هينفع none. There isn't none. There isn't much. There is too. كلمة so أو too يا so many so much يا too many يا too much. كلمة sand uncountable، مش هينفع too a lot of. مش حاجة اسمها too a little. too much ولا too many، بص على الكلمة اللي عندك. كلمة sand uncountable أه مش هينفع many، يبقى too much. There are not pieces countable أه countable. كلمة information لوحدها uncountable، لكن two pieces of information معلومتين، three pieces of advice تلات نصايح، two pieces of news خبرين حقك. ماشي؟ ركزوا جدا، يبقى كلمة pieces countable. تعالى لي countable اه يبقى مش هينفع much ولا a little. في حاجة اسمها many many a lot of. ادي السو جاية اهي خلاص بقى، قلنا so many so much مش هينفع a lot of ولا a few. كلمة information uncountable مش هينفع many يبقى so much. بص كله قايم تسأل نفسك countable ولا uncountable، countable ولا uncountable. she has خش على money، countable ولا uncountable، uncountable مش هينفع ولا few ولا few. طب هو هل هو كافي ولا مش كفاية؟ اقرأ السؤال. she can't pay the bill، مش قادرة تدفع الفاتورة، يبقى الفلوس قليلة غير كافية. little بس كلمة وكلمتين، كلمة واحدة مش كفاية، كلمتين كفاية. little a little، few a few. She has no dollars. كلمة dollars countable ولا uncountable؟ count. وجماعة هو قدامك بيقول لك dollars، يبقى مش هينفع ولا a little ولا little. طب كفاية ولا مش كفاية؟ she can't pay، مش هتدفع، يبقى مش كفاية، يبقى few بس. حلويات، دي اسمها الحلويات. I want to buy cheese. كلمة cheese countable ولا uncountable؟ uncountable. في حاجة اسمها every cheese، في حاجة اسمها any، والجملة أصلا مش منفية ولا سؤال. في حاجة اسمها many اللي هي بتيجي مع الكاونتبل، وكلمة تشيز uncountable يبقى I want some cheese. I don't want، الجملة نيجاتيف. بص يا مستر تعالى، مش هينفع احط نيجاتيف ونو. ازاي don't ونو؟ ازاي احط some في الجملة النيجاتيف؟ I don't want to buy much cheese. I don't want to buy any cheese. هي any cheese. واحد يقول لي مش much ليه؟ ماشي صح، مفيش مشاكل عادي، صح والله الاثنين صح. بس طبعا في امتحان اخر السنة ما بنعملش حاجة زي كده، هو ما بيعملش كده بيخاف. انا مش ممكن واحد يجي يقول لي مش عايز اشتري اي جبنه، حقك. مش عايز اشتري جبنه كتير، برضو حقك، ما اقدرش اتكلم يعني. I don't want to buy cheese as I have already had. يلا بينا معايا الجمله دي، بوزيتيف ولا نيجاتيف؟ وعاديه، جمله عاديه مش هينفع اني. انا مش عايز اشتري جبنه عشان انا مع I had no. يعني no because I have already many. ازاي many مع cheese وكلمه cheese uncountable؟ يبقى I have already had some. معايا شوية، معايا شوية في البيت. طب I want to buy cheese as I don't have. مش هينفع many cheese، مش هينفع don't و no، مش هينفع something negative اهي منفية، يبقى I don't have any. عايز اشتري عشان ما عنديش أي جبنة خالص. We used امسك، يلا امسك اسمها used to plus infinitive. مستر ليه مش little living؟ بص تحديها تعرف. used هنا سادة، سادة
ولا في ام ولا از ولا ار ولا ووز ولا وير ولا جيت ولا جيتس ولا بيكام ولا بيكيم ولا اي حاجه، احط بعدها 2 بلس انفينيتيف ساده. طب هنا حطيت وير مكسرات، احط 2 ليفنج، عشان كده بنقول ساده الفيرب ينزل وراها ساده، مكسرات الفيرب ينزل في اي ان جي مكسرات، ساده ساده مكسرات مكسرات. We not have mobile phones when I was young. ستك اللي بتقول ما كانش عندهم زمان. We didn't used to have. ما كانش عندنا موبايلات واحنا صغيرين. ما كانش عندها. طبعا ما ينفعش used to. ما ينفعش used to. ما كانش عندهم. ما كانش عندهم. ما ينفعش would عشان have state of verb. مش حاجة اسمها would have. ولا wouldn't طبعا. ماشي. I not driving. ing. مش هينفع سادة. مش هينفع would driving. يبقى هي got used to. مكسرات. Before he became a coach, Captain حسام حسن be a striker. Would be لا be ده state of verb. ما ينفعش would. ما ينفعش wouldn't. ما ينفعش didn't used to عشان معنى الجملة. Captain حسام حسن كان مهاجم. I know at the high dam in 2017 لما يحدد لك in وير وراها أو يقول لك last year أو يقول لك 2 days ago ما ينفعش used to. ما ينفعش عدم من يومين. ما ينفعش عدد الأسبوع اللي فات. العالم ما بيحددلكش ليها وقت. يقول لك وانا صغير كنت متعود العب في الشارع، وانا عايش مش عارف فين كنت بنزل اضرب العيال في الشارع. يوست تو يوست تو، لكن 2017 2010 2005 الاسبوع اللي فات الشهر اللي فات امبارح ما ينفعش يوست تو. I not smoke now I'm a heavy smoker. دلوقتي هو بيدخن، يبقى زمان didn't used to smoke ما كانش بيدخن. Cotton is used خطر جدا خطر جدا، لما يبدا بشيء ب something بيقول لك is used. استاذ جبتكم في كويس قبل كده وقلت لك this knife is used, cotton is used, الماوس اللي انا ماسكه في ايده is used to make. ليه يا مستر ما في مكسرات هنا؟ يلا يلا used to مش معناها بتاعتنا متعود. used يعني بتستخدم، القطن بيستخدم عشان نصنع بيه. طب امتى اقول making is used for making؟ يبقى used to make, used for making, used to cut, used for cutting. ماشي. He not have died of cancer but we have no evidence. ما عندكش دليل يعني انت not sure، يبقى يا may يا might يا could، ارزع may. She not have known about the bad news. She seemed very sad. باين عليها ان هي زعلانه، يبقى اكيد سمعت الاخبار الوحشه. This temple حالتها من شويه must be important، اكيد مهم. The car broke down again، العربيه عطلت مني تاني. كلمت الميكانيكي في التليفون هزقته. باشا انت مستحيل تكون صلحتها كويس، عرفت مني تاني ليه؟ مستحيل تكون صلحت. Can't have been repaired very well. Everyone is putting their قلناها خرجت الدنيا بتمطر او الناس ماسكه شمسيات. Must have started اكيد بدأت. You not make a revision timetable. This is my advice. لما اجي ادي ادفايس لحد ورقه وقلم واكتب معايا في الادفايس بستخدم اربع حاجات. You should. Ought to. Had better. If I were you I would. يبقى الإجابة you should make a revision. دي advice. قال لي advice ونصيحة. ماشي. You not to buy your mother a present. It was her birthday. كان المفروض تشتري لها. ما كانش المفروض تنسى. Ought to have forgotten. كان المفروض تنسى. لا يلا. ما دي أصلا بتساوي دي. الاتنين دول بيساووا بعض. الاتنين معناهم كان المفروض تنسى تشتري لها. بس أنت اشتريت لها ليه بقى؟ ليه اشتريت لها؟ ما كانش المفروض تنسى. Shouldn't have forgotten. ينفع كده؟ ما كانش المفروض امك زعلت منك. Who sent this parcel؟ اهي الاجابه اهي. I don't know. يجي يقول لك مش عارف يعني not sure يا may يا might يا could. You ought not the project لازم to. لازم ought to. مفيش finish. You last week bust. مش هينفع you ought to finish. الجمله bust. يبقى have be be. كان المفروض تخلص البروجكت الاسبوع اللي فات بس انت ما خلصتوش. عمر نوت بي هابي هي هاز جاست وون ذا جولد. ماست بي هابي اكيد مبسوط لسه كسبان. رامي ايه باز اكزام هي لوكس فيري ساد مستحيل يكون نجح. ده بيقول لي باست يعني بي بي اكيد نجح. لا مايت نوت بي. لا كانت هاف باست مستحيل يكون نجح. واحد يقول لي ما ينفعش كانت بي ازاي؟ يلا كانت بي باست ازاي؟ كانت هاف باست. يور رايتنج از فول اوف ميستيكس قلتها. يو ايه ايت كيرفولي ما كانش الحاجه ما كانش هي لازم استعملتها. يو نيد انت هاف ات تشيكد ما كانش هيطلع غلط. اكيد انت راجعته كويس. لا كان المفروض تراجعه كويس. كان المفروض تراجعه كويس بس انا ما ايه ما راجعتوش فطلع كله اخطاء. او هير ار ماي فاذرز كيز. صحيت الصبح لقيت مفتاح باباك مثلا على السفر او على التسريح ما خدهاش اكيد نسيها اكيد ما شافهمش. هي نوت تو تيك ذيم تو ورك. هي
كانت هاف ريميمبرد، مستحيل يكون افتكر. مصطفى ايه ا دكتور، وجملتين خطر جدا عشان الناس سألين فيهم كتير. مصطفى از ا دكتور، دي شغلانته، اتس هيز جوب. في الاي دي وبيبول بتسميه الناس كل بتقول لي دكتور مصطفى، ممكن يجيب لك الشهاده هنزلكوا عندي على السايت اللي انا دكتور فعلا وحاصل على الدكتوراه، عشان الناس تقول لي انت حاصل على الدكتوراه في ايه، انت دكتور دكتور، انت خريج مثلا صيدله او طب، لا يلا واخد دكتوراه في ميثودز اوف تيتشنج، هاو تو تيتش انجلش. ماشي، يبقى انا دي شغلانتي، اه انا اصلا دكتور، انت مش بتستنتج، انا اصلا دكتور حاصل على دكتوراه. يبقى از في فرق من الاستيت، باباك فين؟ بابايا في البيت. قاعد فين؟ قاعد جنبي اهو، بابايا قاعد جنبي اهو، ماي فاذر. انا ممكن استنتج ان ابويا جنبي، ماي فاذر ماست بي بيسايد مي، ازاي يهبل؟ ما هو جنبك هنا فعلا، يور فاذر از بيسايد يو. لكن باباك فين؟ بص يا مستر النهارده الجمعه وانت اصلا في النادي، بابايا اكيد في البيت، ابويا ما بينزلش الجمعه، ماي فاذر ماست بي ات هوم. انت بتستنتج، لكن هو فعلا دكتور ومعاه شهاده واسمه دكتور وفي البطاقه دكتور، انا مش بستنتج، هو فعلا دكتور، از ا دكتور. يعني انت بالنسبه لي يو ار ستودنت، ولا البت منى دي ممكن تكون دكتوره، البت منى دي ممكن طالبه، ولا البت فرح، ولا الواد زياد وسام المعفن، اكيد الواد زياد وسام طالب، اكيد طالب، ما هو طالب فعلا، هي از ا ستودنت مش هي ماست بي ا ستودنت. الثانيه بقى مصطفى ايه يا دكتور، لابس بلطو ابيض وماشي في الشارع ومعاه سماعه، عادي يا عم، ايه يعني، ما في ناس 600 واحد بيمشوا العالم في الشارع ماسكين بلطو ابيض. بيطري، علاج طبيعي، صيدله، علوم، بيشتغل في معمل عادي، مش عرفني. يبقى مصطفى ماست بي ا دكتور، ممكن يكون اكيد دكتور، يعني بستنتج. يعني واحد يجي يقول لي مش مي، هقول له مي بي، هي مايت بي، معنى اجيب لك اختيارين بيساوي بعض، يبقى هو مش عايز الاثنين، يبقى الاثنين غلط. Work hard to achieve your goal. You a waste your time. ما تضيعش وقتك. You shouldn't waste your time. The phone is ringing. A B رقية، هي اللي قالت هتصل النهارده، أكيد هي هتصل بالليل الساعة 7، التليفون رن 7، أكيد رقية. She broke three of the dishes while washing them. كسرت 3 أطباق وهي بتغسل. She a more careful. كانت المفروض تبقى حريصة شوية. She should have been. كان المفروض تبقى حريصة شوية وتخلي بالها. She a p happy to be married to him. She has told me that she hates him. ده هي بتكرهه، واقرا السؤال للاخر، مستحيل تكون مبسوطه، بتكرهه. What a valuable diamond. جالك عقد كده او شفت واحده لابسه عقد الماس تحفه، اكيد كلفها كتير. Must have او must cost a fortune، اكيد بيتكلف في سعره غالي. I got my medicine on time last night but I went to bed without taking it. كان المفروض اخده في ميعاده قبل ما انام، بس انا دخلت نمت من غير ما اخده، حاجه كنت المفروض اعملها بس انا ما عملتهاش. I should have taken my medicine on time. كنت المفروض اخد وقت دوايا في ميعاده بس للاسف ما خدتوش، حاجه كنت المفروض اعملها بس ما عملتهاش. كمل. They a have known about this. Nobody told them anything about it. محدش قال لهم حاجه، يبقى مستحيل يكون عرفوا. Can't have known about this. This is impossible. مستحيل. كانت على طول من غير ما اقرا، هي اصلا معناها مستحيل، كانت معناها مستحيل. These tourists A B French they speak only German. مستحيل يكونوا فرنسيين، ما بيتكلموش غير الماني بس. He is working، ما ينفعش، mustn't معناها ممنوع، forbidden. He is working full time and studying for his final exams. بيشتغل كل يوم full time وبيذاكر عشان امتحاناته، اكيد الموضوع مش سهل، مستحيل يكون سهل، كانت بي ايزي. لما كنت بعمل زمان كده، كنت اروح اشتغل واروح الدروس واروح اذاكر عشان الدكتوراه والماجستير، كان الموضوع مستحيل كارثي. I know that violence film it gave me nightmares. ما كانش المفروض اتفرج على الفيلم ده، او I shouldn't have watched that violence film. الفيلم العنف ده نمت حلمت باحلام زي الزفت، عشان كده ما تفرجوش على احلام زي الزفت قبل ما تناموا. You a early yesterday the manager was very angry. المدير كان متضايق جدا، ما كانش المفروض تيجي متأخر. You oughtn't have او to have arrived early yesterday. غلط طبعا، غلط طبعا، ما كانش المفروض تيجي بدري، لا ما كانش المفروض تيجي متأخر. ركز في السؤال، ركز في السؤال، بيقول لك early ما قالش late، يبقى كان المفروض تيجي بدري. ought to have arrived early. طب ليه كانت late؟ لو كانت late كده ما كانش المفروض تيجي متأخر. تمام ماشي. We are not sure، مش مكمل. Might be. يقول لك not sure يبقى يا مي يا مايت يا كود، بس أكد لو في باست ولا بريزنت، مفيش غير يا مايت واحدة بس.
Eat not a lot last night. There is water everywhere. صحيت للتاني غرقانة. أكيد مطرت. Must have rained. ليه مستر مش must rain بس يلا جملة باست يلا. اتأكد الأول. Present ولا باست؟ Present حط infinitive. Baست حط have we be. I not at my sister. She was shocked. كانت مصدومة. I oughtn't have shocked. ما كانش المفروض أزعلها. آه ما كانش المفروض أزعلها. I oughtn't to shout. ما ينفعش جملة باست. Was I. ما ينفعش infinitive. ما ينفعش infinitive. ought to have shot كان المفروض ازعلها؟ لا يا لا انت ما كانش المفروض ازعلها. You are right. I'm going to check to make sure. انا هروح اتاكد بنفسي. يبقى هو مش واثق فيك، يبقى هو مش متاكد. يا مي يا مايت يا كود الاثنين موجودين؟ اه يبقى يا نسي. قال لك اروح اتاكد، يبقى هو مش متاكد. يا مي يا مايت يا كود الاثنين موجودين، اخترتهم يا نسي. علي نوت هاف ريد ا 600 بيج بوك ان ا سنجل داي. مستحيل مستحيل، مش هكمل الجمله. كانت يور ماذر كوك ويل. وي اولويز وونت تو جيت باك هوم. انت دايما تبقى يو اولويز وونت تو جيت باك هوم تو ايت. دايما انت هتاكل بره. لا لا هرجع يا عم اكل اكل امي. لا لا اكل امي مفيش زيه. يبقى اكيد مامتك بتطبخ تحفه. ماست كوك ويل. اف علا سيد ذات. لو علا قالت كده ات اي بي ترو. شي نيفر لايز. عمرها ما بتكذب. يبقى اكيد عندها حق. It must be true. Oh, the phone is ringing. Answer it, Rowan. It is your grandfather. He always rings at that time. دايما بيتكلم في الوقت ده. أكيد بيتكلم. Must be your grandfather. خش على اللي بعديهم يلا. الناس دي كترت ليه كده؟ مكان. 230 يلا بينا. مفيش مشاكل يلا. بيقول لك بعديها بيقول لك that is the second new car they have brought this year. They be needy. اكيد محتاجين. لا they can't be needy. مش محتاجين حاجه. That is the second new car they have brought this year. They not wealthy. اكيد اغنياء. Must be wealthy. Needy يعني محتاجين فلوس. مستحيل يكونوا محتاجين، معاهم عربيات كتير. تاني عربيه ايه؟ طب wealthy اغنياء. اكيد اغنياء. Your father not very proud of you right now. You disappointed him. اكيد دلوقتي هو مش فخور بيك. He can't be proud of you. طب your father A be proud of you. You honored him. انت بص رفعت راسه، شرفته قدام الناس. Your father must be. ليه مش must have been؟ بيقول لك now present present. My visa card be in that drawer. I have already looked there four times. بصيت اربع مرات ما لقيتهاش. مستحيل تكون في الدرج. They A be British because they speak native French. مستحيل يكونوا انجليز، بيتكلموا فرنش تحفه. I'm so tired. Not last night. ما كانش المفروض تسهر. You should go to bed. ما ينفعش مستر should go عشان جملة باست، عشان last night. لازم have be be. انت احتمال تكون نمت بدري؟ لا. Must have gone. اكيد نمت بدري. لا كان المفروض تنام بدري. You should have gone to bed earlier. Sama is really angry with me. Sama متضايقة مني جدا. رد قال له you can't have been kind to her. انت مستحيل تكون طيب معاها. كنت طيب معاها؟ اه. You must have been kind. انت اكيد كنت طيب معاها. لا. You should have been so cruel. كان المفروض تبقى غبي معاها في التعامل. لا طبعا ما هو زعلان كده كده. You can't have been kind to her. انت اكيد ما كنتش طيب معاها عشان كده اتضايقت منك. She is very sad because not jewelry. كلمة jewelry مجوهرات. Uncountable مش هينفع each or every، لازم يجي وراها مفرد. Neither لا all her jewelry كل مجوهراتها. I'm so full. I feel a bit sick. انا حاسس ان بطني مليانه قوي. اكلت كتير، حاسس ان عيان. قال له ايه؟ يو شود ايت ماتش. لا يلا لسه بينصح ما اكل اصلا. يو شودنت هاف ايتن ذات ماتش. اه ما كانش المفروض تاكل ده كله. انت احتمال تكون كلت. انت كان لازم تاكل او كنت تقدر تاكل. لا هو كل فعلا، ما كانش المفروض تاكل كتير. نوت اوف ذا ستودنتس فيلد اول اوف ذيم باست. حنا بكده ولا واحد فيهم سقط. نون اوف ذا ستودنتس فيلد. ا نوت ويل هاز بين دج in the desert to provide people with water. يلا بينا. قلنا الهايفن الهايفن ما يجيش وراها بلورال، لازم وراها سنجلر. مش هينفع دي، مش هينفع دي. مستر وانا امتى احط هايفن وامتى ما احطهاش؟ سؤال حلو، سؤال حلو قوي. هنا عندك ناون، لما يجي ورا ناون وراها ناون ما احطش هايفن. لا سوري، لما يجي وراها ناون احط هايفن. A five star hotel لازم احط هايفن. A 17-year-old girl لازم احط هايفن. لكن سما از جاي كمان شويه السؤال. سما از 15 years old ما احطش حاجه، ما احطش حاجه. لما احط وراها ناون لازم احط هايفن واشيل اس، يبقى 20 متر اهي.
طب لو جه سؤال قال لك this well is 20 meters دي بس وفول ستوب بعديها كده، بص حط هنا عشان انت بتذاكر، حط هنا كده، حط نقطة وراها هنا كده، مفيش وراها حاجة. ماشي، جاي السؤال اهو، سما از 5 years old، هو ما حطش 5 حقه، ما قالش سما از a 5 year old girl، حط وراها فول ستوب وقت اخر الجملة، ما حطش هايفن. ماشي، تعال مثلا واحدة واحدة، this mean that سما از 5 year old، لا مش هسمع كده، لازم 5 years old. سما از ا 5 year old، فين الناون هنا؟ ما ينفعش احط هايفن وما ينفعش احط هنا ناون، غلط. ازاي في هايفن وفي ييرز؟ غلط، يبقى سما از ا 5 year old، حط ناون اهو، مش كده، حط هايفن هنا. ماشي، this left نقط في this left legged، left legged فوتبولر. لما اجي اوصف شخص عايز اوصف عضو فيه مثلا، يعني اقول لك مثلا ايه؟ عايز اقول لك اختي الصغيره عينيها زرقاء، I have a not sister، وعايز اقول عينيها زرقاء، اقول ايه؟ a blue eyed، بحط للاورجان ده، العضو اللي في الجسم ده، دي left handed man اشول، left legged man، واحط بينهم هايفن، هو لازم احط هايفن كده كده، blue eyed footballer، long legged footballer، رجله طويله، خطر جدا، خطر جدا، خطر جدا، احط شعر اصفر، ممكن اقول ايه؟ بلوند هيرد مان، بلاك هيرد، انتوا خدتوا حاجه قبل كده زمان وانتوا صغيرين اسمها ريد هيدد ليج لو فاكرين، يعني ريد هيدد جيرل، بنت شعر احمر. ماشي، this bus is smoke، في هنا ناون؟ لا ما ينفعش هايفن، ما ينفعش هايفن، ما ينفعش هايفن، انت قلت الهايفن لازم يبقى ناون، ده في اخر الجمله، this smoke free، بس I booked a ticket، ده حط ناون اهو، لازم احط هايفن، يبقى شيل العكس، a freely smoke، مش اسمها كده، اسمه smoke free bus، دخن فيه براحتك. مستر اشرف يا لوجين، ركزي يا لوجي، سؤالك اهو، مستر اشرف از، يا جدعان ابوس ايدك، في فرق بين جود وويل، جود دي ادجكتيف بوصف بيها شخص، ويل دي ادفرب، ادفرب 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 ادفرب. سؤال، مستر اشرف از، ما حطش ناون، ماشي، از جود ايديوكيتد، مش اسمها كده، هي اسمها ويل ايديوكيتد، كده كده مفيش حاجه اسمها جود ايديوكيتد، اتعلم تعليم يعني انه هي، طب اقلب الجمله، مستر اشرف ايديوكيتد، جود ولا ويل؟ قول انت معايا، مستر اشرف ايديوكيتد، مستر مصطفى تيتشز، جود ولا ويل؟ اكيد ويل، اكيد ويل، مفيش حاجه اسمها جود ايديوكيتد اصلا، ويل ايديوكيتد. ماشي، بهايفن ولا من غير هايفن؟ خلاص بقى جت في اخر الجمله، مفيش وراها ناون، مفيش هايفن، جه وراها ناون اهو، بهايفن، ويل ايديوكيتد، يبقى احنا حيناها على مرتين، مفيش حاجه اسمها جود ايديوكيتد عشان دي ادجكتيف، ما ينفعش اقول ايديوكيت ويل، سوري ايديوكيت جود، وحلينا حاجه تاني، قلنا مفيش ناون في اخر الجمله، مفيش ناون، فين هنا؟ مفيش ناون، مفيش هايفن، في ناون احط الهايفن، ناون اهو. ماشي، she has a three on a day، عشان الهايفن بيبقى وراها سنجلر مفرد، سما از، في ناون يبقى في هايفن، يبقى شيل دي واشيل دي، وازاي بعد الهايفن اس؟ غلط، يبقى سنجلر 6 year old. برافو، طب هنا في ناون؟ لا اخر الجمله مفيش هايفن، اخر الجمله ما بحطش هايفن، طير طير، 4 year ازاي يعني؟ 4 years old عادي، حطيت الهايفن شيل الاس، مفيش هايفن رجع الاس عادي. All my money is عشان uncountable. All people need عشان زي need. نقط member مفرد واحد بس، مش هينفع all member. ينفع each member أو every member؟ الاثنين ينفعوا عادي. طب members كتير يبقى all members، مش ينفعش every و each بيجوا around singular، ما ينفعش. People have five toes in، عندك كام رجل أنت؟ عندك رجلين؟ in both leg، إزاي both leg؟ يلا، إزاي both leg؟ المفروض both legs هنا أهي both legs. لكن هنا leg، leg sorry، leg إيه؟ leg each ولا every each بس؟ ليه يا مستر مش every؟ قلنا لا each اتنين بس، رجلين بس، every دي اكتر من حاجه، عندك every finger مثلا كل اسبوع عشان انت عندك 10، لكن هنا قلنا leg يبقى every او each، مش هينفع every every عشان هما اتنين، يبقى each بس، هنا عشان legs يبقى both legs. طب each of my two sons، خطر جدا السؤال، each of جمع الverb singular is my two sons each، دخلت each جوه ولا كأنك شايف، اشرب عليها اهي، كأنك شايف، my two sons are، يعني each of جمع الفيرب سنجلر، عشان كل واحد، لكن هما الاثنين are، they not have mobile phones، واحدة واحدة بس، مش عارف اسمها، they all of، يعني ايه؟ they both of، يعني ايه؟
they every ما جيش جملة جوه they each have mobile phones. Not of them مفيش حاجة اسمها every of. وازاي all of them needs المفروض تبقى need بس. ازاي both of them needs المفروض تبقى need بس. يبقى each of them كل واحد فيهم needs محتاج. them قلنا them دي محتاجة ايه قبليها of them of us of you of them of us of you لازم قبلها of مش هينفع الاثنين في النص دول. مفيش حاجة اسمها every of يبقى عندنا each of. not my parents has مفيش every of. مفيش all of my parents عندك اب وام اتنين بس. ازاي all both of my parents has مستر مالها غلط يلا المفروض both of my parents have اتنين لكن each of كل واحد فيهم has. no one has come to check a homework their homework. هي السؤال ده محدش جه يشوف الهوم ورك بتاعه ماشي. لا اله الا الله. no one و nobody و someone و somebody و everyone و everybody من البرنامج بتاعهم there يعني. أنا أقول لك somebody is knocking on the door. I am going to see or I will see who they are. جميل كمل معايا. نقط Egyptian citizens كتير يعني اه ما ينفعش every ما ينفعش of and نص مواطنين يعني ايه and citizens and دي لازم جرام مفرد. both Egyptian هم اتنين مواطنين بس البلد كلها اتنين مواطنين. all Egyptian citizens طب هنا citizen واحد يبقى every. طب he earns a lot of money much of which فلوس فلوس money uncountable مش هينفع has spent ولا have spent فلوس اللي بتصرف لا مش هينفع money are عشان دي uncountable يبقى is. how not loaves of bread كتير اهو لو bread بس يبقى how much لكن كم عدد الأرغفة بتاعت العيش how many loaves of bread. have you got كلمة knowledge countable ولا uncountable uncountable مش هينفع many a lot of مش بتيجي في السؤال. have you got a lot of knowledge in this field مش خليها ماتش خليها ماتش عشان في السؤال في النيجاتيف. have you got no at pieces countable مش هينفع ماتش بلاش a lot of خليها many عشان countable بجد في السؤال كمان ايه مش my school is not kilometers جامعة يعني countable مش هينفع عليه مش هينفع نون اوف اني مش بتيجي غير في السؤال وفي النيجاتيف يبقى فيو اوف. وي سبيند تو مستر قال لي يا تو ميني يا تو ماتش يا سو ميني يا سو ماتش ماشي مش هينفع تو سم ولا هينفع تو فيو يبقى ماتش ولا ميني. بص على الكلمه اللي عندك كاونتبل ولا ان كاونتبل ان كاونتبل يبقى ماتش. نوت اوف ذا هاوسز واز مفيش حاجه اسمها افري اوف كلمه هاوسز دي كاونتبل مش هينفع ليتل. some of the houses was ازاي some of the houses was طب قول where غلط يبقى each of the houses كل واحد من البيوت was. I have a little money on me يعني قليل. I have no money on me مش معايا فلوس خالص ما قالش كده قال معايا فلوس قليلة مش هينفع عونيني ماشي. I have معايا فلوس كتير لا مش معايا فلوس خالص لا مش معايا كتير معنى ان معايا قليل يبقى مش معايا كتير مش معناه ان مش معايا خالص دي وغير كده ان ايه اصلا ايه هي هي سي الاثنين معناهم مش معايا اصلا ماشي. يلا بينا هما كام سؤال قلنا ادي بيج الثانيه الثالثه الرابعه هانت هو نفس الفكره they are wearing heavy clothes it is summer مستحيل يكون صيف هناك لابسين تقيل يبقى مستحيل يكون صيف. I a my friend yesterday but I couldn't find كان المفروض اكلمه امبارح بس ما كلمتوش مش معايا تليفوني I must have مش معايا تليفونه I must have called. جاب 98% ما شاء الله السنة اللي فاتت he must have been اكيد كان مذاكر جامد. yesterday سبت عربيتي مفتوحة كان ممكن تتسرق. could have stolen لا يلا باسف could have been stolen. I not to university but I decided to get a job كان ممكن اشتغل على فكرة بس بمزاجي كنت سوري كنت ممكن اتعلم بس بمزاجي قلت اشتغل. could have gone حاجه كنت تقدر تعملها بس بمزاجك ما عملتهاش. I am not sure يا مي يا مايت يا كود فين هي اهي. جين ويتد باست مي عدت عليا من غير ما تتكلم اكيد ما شافتنيش. she can't have seen me او عملت نفسها عبيطه. not of my parents are الجمله دي مصححها عندك في المودل انسر خليها is معلش مكتوبه غلط is. none of my parents المفروض برضو is ماشي مش هينفع نان عشان نان دي اكتر من اتنين وابويا وامي اتنين بس مش هينفع اول عشان اكتر من اتنين.
ايزر ولا نايزر معنى الجمله. انا ابويا وامي مش في البيت عشان هم في الشغل، يبقى مش في البيت. neither of my parents is at home. we had to stand on the bus because no one seat. seat واحد بس، يبقى every seat. may has asked منى ومي، احنا اتنين بس. but a of us can go we are shopping، ولا واحده فيها تقدر تروح. neither of us. طب مريم طلبت من شدى وهنا ومي، ثلاثه، لكن ولا واحده فينا none of us، عشان نايزر اتنين اتنين اهو اتنين ونان اكتر من اتنين. ده تو بويز، اهي اتنين اهي، مش هينفع ولا نان ولا نان. نايزر اوف زيم، اه نايزر اوف زيم، مش هينفع نايزر زيم. ثري بويز، اه مش هينفع نايزر، عشان التلاتة. نان زيم، لا مش هسمع كده، نان اوف زيم. حل كده. نان اوف ماي براذرز، ولا واحد فيهم، مش هينفع وير، مش هينفع وير، مش هينفع نيجاتيف عشان هي اصلا منفيه نان، يبقى واز. ولا واحد في اخواتي هنا was. every مفرد every student. the two players are doing badly in today's match since. اتنين مش هينفع all، مش هينفع none. هما الاتنين ولا واحد فيهم متمرن. neither of them، مش هينفع both. both of them have، ومعنى الجمله يلا، هما ليه الاتنين لعبوا وحش؟ عشان ولا واحد فيهم متمرن. hager not help mom. help مش هينفع no longer help، المفروض تبقى helps. used to help، الجمله هنا ايه؟ باست. مش هينفع is، مش هينفع you was عشان بالمكسرات، هنا ساده، هنا infinitive، مش هينفع. مش هينفع no longer help، المفروض helps، يبقى used to بس. الله اي ان جي اهي، المفروض مكسرات، مش هينفع used to ولا no longer. الجمله دي ايه؟ باست، مش هينفع is، يبقى was used to. بص الحل عامل ازاي؟ خش على بعديها. ايه ده ايه ده ايه ده؟ has، يعني الجمله present، مش هينفع used to، مش هينفع، دي كان المفروض was، ماشي، مش هينفع was. طب is used to المفروض وراها helping، ده helping، لا مش هينفع no longer helps. طب هنا عندي مكسرات اي ان جي، مش هينفع no longer ولا used to. طب هنا الجمله ايه؟ الجمله present، مش هينفع was، يبقى is used to. تحفه كده، احلى طريقه تبص للحل. she used to go shopping، جمله past، اه مش هينفع she were، مش هينفع she been، مش هينفع are، يبقى was. what did she، يعني في did، ابوس ايدك، ابوس دماغك. did she use، يوز بس، يوز بس، ليه يا مستر مش يوز دي؟ يلا يلا، وانت في ابتدائي الميس قالت لك ان دو داز وديد بيجي وراهم انفينيتيف، انفينيتيف، مش هينفع اللي فيها اس دي ولا فيها يوزد حتى. الجمله اهي ذا نايف از يوز تو كات، شرحتها من شويه. تبدا الجمله بسمثينج بيستخدم تو. اي دونت سموك، مفيش حاجه اسمها نو مور، هي اسمها اكتب جنب اكتب اكتب نو لونجر، نو لونجر او اني مور. I used to like salty food. زمان بقى. This means I like salty food دلوقتي لا. كنت بحبها زمان. I don't like salty food anymore. اه ما بقتش بحبها. I would like، ما ينفعش would like. I never، عمري ما حبيتها، لا كنت بتحبها وانت صغير ودلوقتي ما بقتش تحبها. Not engineer واحد، مش هينفع all، مش هينفع none of، مش هينفع all، يبقى each engineer. The student، ما فيش حاجة اسمها every of. ماشي. All the students in my speak، ماشي حلوة. neither the students in my class speak، لا المفروض speaks، المفروض neither of كمان، neither of غلط، يبقى all the students. the tour guide gave tourist واحد، هنا ورا each. there are three women، ثلاثة مش هينفع neither ولا ينفع either. none of them but I know none of، لا none of them. دكتور مصطفى loves the tennis and watches not match، واحد بس، مش هينفع half match، مش هينفع all match، مش هينفع بوست ماتش، يبقى every match. دكتورز كتير، مش هينفع each ولا every ولا either، all doctors. I have spent not of my money، every of، مفيش حاجة اسمها every of. any مش دي في الجملة العادية. each of my money، مش حاجة اسمها كل فلوس، يعني ايه كل فلوس من فلوسي؟ all of my money. I go to school library every week، كل أسبوع. he is very sad not his money has been lost، كل فلوس، all his money. مش اسمها some his money، المفروض some of his money. the exam was difficult but unfortunately، but fortunately، لحسن الحظ، not students، جامع، مش هينفع non students، مش هينفع every students. some the students، لا all the students passed، الحمد لله كله نجح. do you prefer coffee or tea؟ I like either them، هما اتنين؟ اه اتنين. طب تعالى بس، I don't like hot drinks. مش هينفع a few them، لازم of. all of them ازاي وهما اتنين بس؟ I don't like neither of them، none of them. اكتب جنب none كده، جنب neither الأول اكتب two.
جنب نان اكبر من تو، هما كام؟ هما اتنين بس، يبقى نايزر اوف ذيم وده وده. لكن ما بحبش القهوة ولا الشاي ولا النسكافيه، يبقى نان اوف ذيم. دي هاد نقط ماني، كلمة ماني كاونتبل ولا ان كاونتبل؟ ان كاونتبل، مش هينفع في يو، مش هينفع ميني، مش هينفع افري ماني، يبقى هيت الماني من غير ما اسال والله. ام سوري ذير از نوت كوفي، كوفي ان كاونتبل، ان كاونتبل مش هينفع اني عشان الجملة ولا سؤال ولا نيجاتيف. ذير از ماتش كوفي ليفت، وود يو مايند درينكينج تي؟ لا ما فيش اصلا. فيو ما ينفعش مع الان كاونتبل، يبقى ذير از نو كوفي، ما فيش قهوة. اعمل لك حاجة تانية، اعمل لك شاي. هاف يو فيزيتد نوت فورين كونتريز؟ ما ينفعش ماتش، ما ينفعش الوت من غير اوف، ما ينفعش نون. عمرك زرت اي دولة اجنبية؟ اني فورين كونتريز. There are so قلنا so many يا so much يا طير any وطاوية a lot of. أخش على options countable ولا uncountable؟ countable يبقى so many. Some her money، لا some of her money. None her money يعني none her money. Much her money، much much of her money، مش هسمع much money. All her money is kept at home، بتحبش البنوك. Could you give me، قلنا could you can you the request some advice، مش هينفع any. خش على الجملة العادية، خش عادي. كلمة advice countable ولا uncountable؟ uncountable، مش هينفع ولا many ولا few ولا each، بقت some. نقط meat، meat uncountable، مش هينفع many ولا ينفع few، مش هسمع every meat، يبقى a lot of meat. كلمة bread countable ولا uncountable؟ uncountable، مش هينفع few ولا ينفع many. طب ده سؤال، how much bread؟ neither my parents nor my sister. الفيرب عالتاني يولع الاولاني، الفيرب عالتاني على my sister. my sister won't مش هينفع، my sister are مش هينفع، is wanting مفيش حاجه اسمها اصلا wanting في الانجلش، it is a verb state of verb ما تحطوش ing، يبقى wants. you know at the door it was open when I got home، مستحيل تكون قفلته، جمله بسيطه اهي، can't have locked. my children used to ايه، بس قلناها من شويه، be من ناحية اكتب هنا كده كليفر، اكتب هنا كليفر اهي. but now they weren't، ازاي now weren't، ازاي now didn't، ازاي now they don't clever، now they aren't clever عشان verb to be. meat not animals are called carnivores، هل هي meat eating animals ولا meat eater animals؟ وعندنا طبعا السؤال ده مشكلة كبيرة، وناس كتير جدا 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 كلمتني في السؤال ده، مستر هل هي meat eating animals ولا meat eaters animals؟ هي اسمها بالظبط اسمها carnivores في الانجليش. ايه هو الكارنيفورس في الانجليش؟ الكارنيفورس هم اكلي اللحوم، اسمهم بالانجليش الميت ايتر انيمالز. ماشي، الميت ايتر انيمالز، الميت ايتر انيمالز هي الحيوانات اللي بتاكل اللحوم، اسمها الميت ايتر انيمالز. سوري سرحت شويه، بس الميت ايتر انيمالز اسمهم الكارنيفورس في الانجلش كده. خدتوا الكلام دوت في مش عارف في البايو تقريبا. they made this vase with their own hands. it's a vase hands، ايه ده يعني ايه hands made؟ it's a handmade، مش اسمها made handed، اسمها handmade. my sister has blue eyes، هي قلت لكم I have a blue eyed، حط هايفن وحط العضو دي. I have never seen اهو a three legged dog. ماشي، ما ينفعش بعد الهايفن اس، غلط. ما ينفعش three legs وراها noun، صح. ما ينفعش three leg اصلا في الانجلش. I brought a not bottle of wine، في هايفن wine ايه of water to، ايه ده ايه ده ايه ده هايفن؟ اما اتعود bottle of wine دي، اما كنت بشرح لهم prisoner of zinda، لان الناس تقول لي بيشرب ولا حاجه المستر، اعوذ بالله يعني. اسمها بوتل اوف واين، لما كان بعت له في بريزنر اوف زين نانسي خدتها، اللي هو هي سنت هيم ا بوتل ا دراج دي بوتل اوف واين بتاع الدوك مايكل، لو الناس خدت بريزنر اوف زين. المهم الهايفن بيجي وراها سنجلر، ما ينفعش 2 ليترز، 2 ايه توز دي؟ 2 ليتر بوتل اوف ووتر. اول بيبول نيد، اكيد جمع اول بيبول، زي نيد، ازاي هاز، ازاي از، ازاي نيدز. هي از ريدي تو هيلب اول اوف اس، اس اول A and B we all، A and B he is to help all of us or us all، مش هسمع we all، we all أبدأ بيها الجملة. there is a lot of juice in the fridge، would you like some، مثل would أو may أو could، يبقى offer أو request، أختار some. used to work أهي work، work verb عادي أهو hard، طب now the A hard، اكتب هنا hard أهي وحل. but now they do
او اللي هي work hard يعني do hard، ممكن والله ماشي. ازاي now و didn't؟ ازاي now و did؟ ما ينفعش جمله present، جمله سوري باست، او سوري سوري هنا present، ما ينفعش did و didn't. they used to work hard، زمان كانوا بيشتغلوا كويس لكن دلوقتي ما بيشتغلوش، ضايعين. they don't work hard، اكتب هنا كده work hard. hey work hard، work hard. they do work hard، they don't work hard، they don't want hard. كمان غير كده لما يجي يقول لك كنت بعمل حاجه زمان ما بقتش اعملها، كنت بشرب زمان سجاير دلوقتي ما بقتش اشرب، بلعب زمان كوره ما بقتش العب. each employee present، present ايه؟ انا هيست ولا ايه؟ singular. each employee يعني كل واحد، مش هينفع have، مش هينفع where، مش هينفع was given the salary. اه صح، was given the salary، مش هو اللي بيدي المرتب، كل موظف في الشركه بيعطى مرتبه. was given. A of the students were، مش هينفع every of اصلا، مش هينفع each of the students were، المفروض يبقى was. none of the students ولا all. اه السؤال there wasn't an empty chair for the new student، ما كانش في مكان لولا طالب جديد، يبقى كل الطلاب كانوا غايبين، لا ولا طالب كان غايب. none of the students was، المفروض تبقى was اصلا مش were. بس يعني هي ساعات اسئله بتتحط كده عشان informal، informal ما ينفعش امتحان ثانويه عامه none of ولا all of ولا لا all of كده ولا neither of، اقول معاها where was او is، وشرحت الكلام ده الحاله في السنتر وقلت لك الكلام ده informal بس، لكن none of is a was، neither of is a was. there are two restaurants by the park and they are two، مش هينفع اقول they are each very good، they are both are both عشان اتنين. neither my sister nor my brothers، الفيرب عالتاني في neither nor، اولع الاولاني. brothers يعني زي، they want اه they wants، ما ينفعش مفيش حاجه اسمها wanting، مفيش حاجه اسمها wanting، يبقى they want. I have hardly شرحتها لكم قدام، قلت لك hardly any، يعني بعدها كده hardly any. which of the following can be used to countable وال uncountable a lot of، كنت كاتبها في نص البورد هي وسم وهي واني. I am not sure، مش مكمل السؤال، يا مي يا مايت، يكود الاجابه مايت. ادي حل 9 و10 كاملين، حلوا كويس، ركزوا كويس، اتعلم المستيكس بتاعتك، حتى لو مش فاهم حاجه في الفيديو هنا مع اني شرحت بالتفصيل اهو، اسالني تاني وابعت لي على الواتساب تاني وانا موجود معاك. بص وهفضل في ظهرك لغايه ما تطلع من الامتحان، تقول لي يا مستر ربنا يبارك لك والامتحان كان سهل واسهل بكتير من اللي احنا كنا بنعمله طول السنه، وانا مبسوط وحليت كويس وتشكرني، وانا كده يبقى ساعتها مهمتي انتهت، ونفضل لو انت على طول صحاب تطمن عليا واطمن عليك. ربنا يكرمكم يا رب ويوفقكم، ويعني يديكم الصحة والمجهود ويصبركم، عشان اليومين دول في ناس زهقت، في ناس تعبت، لازم ندعي لكم ان ربنا يثبتكم كده وخلاص. معلش وهانت، معلش وصبر نفسك ونصبركم، معلش تعبتوا، السنة صعبة والسنة طويلة، متعبة عليك، متعبة على باباك ومامتك جدا، ومجهدة ومكلفة عليهم كتير، لازم تشيل تعبهم معاك ده فوق راسك طول حياتك، وتفضل مش عشان ثانوية عامة، انت المفروض اصلا بقيت شحط طولي دلوقتي من ساعة ما كنت حتة ليفة صغير، حتة لحمة حمراء، ربوك وكبروك وعلموك وفضلوا في ظهرك ومش محتاجين منك حاجة ولا عايزين منك حاجة، لازم تفضل شايل مجهودهم ده تعبهم معاك فوق على دماغك طول حياتك، وتفضل فاكرهم هم السبب الرئيسي بعد ربنا، وتفضل فاكر مدرسينك اللي تعبوا معاك، وتفضل تدعي لنا معاك كده طول ما انت عايش، ربنا يكرمنا ونفضل دايما صحاب. نشوفكم على خير، يلا باي باي، مع السلامة.